أهلا وأخيرا راح نفتح ألبومات توايس. طبعا ما كل طلب مسبق بيجيكم كارت ست. وجاتني كمان كده هولوغرافيك كارت، الحين لكم هي يودي كلها تشبه بعض، يعني ما هي مختلفة عن الثانية. الصراحة السيت دي أنا اشتريت الألبوم، يعطيته بري أوردر طبق مسبق عشان بس أخذ السيت دي. مين يقول لي صور توايس؟ أنا في النهاية بنفس السعر. مرة نايون لو شفتوها في أور الصورة، ما شاء الله جمالها ما يمسح. كلهم الصراحة بدأ الألبوم والألبومات الاثنين اللي فضلت الباقية صراحة مرة جميلين مرة. صح لا تنسوا تسووا لي سبسكرايب، تسووا لايك وشير للقناة بليز. الحين نفتح الألبوم. طبعا هنا من من الجنب محطوط أسماء العضوات. طبعا مرة انبسطت لأني سيدي مينا، شوفي كيف مرة حلوة مرة حلوة مرة حلوة مينا ما شاء الله عليها. وجاني هنا ستيكرز وتلصق زي ما انتم شايفين، وده ميني بوستر، بوستر مصغر لسان الكيوت، أحسها مرة كيوتين كأنها كده دمية ما أعرف، بس إنها مرة شكلها حلو. أيوة هذا الفيرجن اسمه ستايل، النسخة دي اسمها ستايل لأن كل نسخة اسم معين. فلو بتشتري نسخة اسمها إيش ستايل. هنا حاطين التراك ليست اللي هو أسماء الأغاني، جنبها صور العضوان. طبعا كل نسخة تختلف عن النسخة الثانية. صور فرقة، شايفين نايون ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شوقيان مرة حلوة. حبيت الخال اللي تحتنا مومو كيوت، لبسه مينا مرة حلوة. سانا خائدة من جميلة جاي، هو ما شاء الله عيونها مرة كبيرة، بحس انه مع المكياج مرة ما شاء الله عيونها حلوة. مينا دهيوني، كنت حاسة من اول يا الله الحين حتعرفوا ليش على جونج يونغ، لا جونج يونغ استيت شايونغ مرة حلوين، لبسهم مرة حلو عشان كده اتشرت على جونج يونغ، مرة لبسها حلو. شايفين شايفين نايون مرة حلوة، شايفة ايوه شايفين لبس جونجيون جميل مرة، كلهم الصراحة لبسهم حلو يعني مرة. اعطي اللي لبستهم الستايلست حقتهم 10 من 10، فنان الصراحة مرة حلوين مرة، حتى الميك اب مرة ناعم عليهم ومرة بطلعهم كده ما اعرف فريش جميلين ما اعرف شو اقول، بس انهم مرة حلوين. هنا الكريدتس اخر شيء، الحين نشوف مين جانا. هذي بوست كارت، رسالة من نفس العضو جونجيون كيوت. للأسف دورت إذا أحد مترجم بس ما حد مترجم الرسائل. هنا صورة الجروب فوتو مرة حلوين كيوت. سانا لطيفة مرة كيوت شايون. أيوة هنا في صورة دحين أمينة مرة شكلها حلو،
صورة شايان. تخيلوا أنا مستغرب إنه ليش في كل الألبوم. آه كيوت، كل ما أشوفه مرة انبسط، لطيفة مرة. صورة شايان شايفين بشعرها طويل، تخيلوا ما في ولا صورة لشايان بشعرها طويل، كل شعرها قصير. هذا كيف الفوتوكات شعرها طويل، الله أعلم. شايفين كيف نايون مرة لطيفة. مو شكرا، أقول لكم نايون مرة أخذت قلبي. حتى مينا ما شاء الله عليهم، كلهم حلوين. شايفين تشايونغ شعرها قصير. طبعا من برا نفس الألبومات اللي قبل، هو الاسم على طول من الجنب سمعتم شايفين. هنا جاني سيري شي، مرة شكلها حلو ما شاء الله. ستيكر زي البوم أول، وهنا بوستر كيوت لطيفة مرة. هذا اسم الألبوم ريترو، اشتروا ذا الألبوم. هنا تراك ليست زي ما انتم شايفين، تختلف المقدمة دي عن الألبوم اللي قبل. دي بس الصراحة في الثلاثة ألبومات حبيت مرة ما شاء الله، مرة جميلات. شايفين نايون جونجيون مرة كمان حلوة. مو حبيت مو مصرح في أكتر شيء في آخر ألبوم. سانا كيوت شيهو. مينا مرة حلوة، مرة جميلة. بنتي دايوني شايفين اللي شايفته. شايونغ شعرها قصير. شايو كيف مرة ما شاء الله مرة حلوات. حبيتي نمومو. كيوت. مين قولوا لي ايش اكتر البوم فضلتو بالنسبة لثلاثة البومات، اكتبوا لي تحت في التعليقات. أنا بالنسبة لي الثلاثة ألبومات يعني كله مشكلة ومرة حلوة ما شاء الله. إيوه صح، إيش حبيتوا؟ أيت أكتر أغنية حبيتوها؟ أنا الصراحة حبيت Can't Stop Me وال Eyes Wide Open، مرة حلوة الاثنين. سانا ما وريتكم ترى الرسالة من ورا لأني ما ترجمتها زي ما قلت، أو ما لقيت أصل ترجمة. كيوت سانا تاني مرة مبسوطة. جويو مرة كيوت. هنا لازم نتبادل، كلموني لو تبسي تبادلوا. حتبادل إن شاء الله صورة نايون شايونغ والجروب فوتو، فأي أحد يبغى زي ما قلت كلمني. Oh my god مرة حلوة. Stop being حلوة. هنا مومو خليني أقول لكم هي في لما تشوف الصورة كاملة، بس إنه مرة شكلها حلو ما شاء الله. مرة حلوين الثلاثة ألبومات فعليا، مرة دخلت قلبي. جمالهم غير طبيعي حرفيا. مرة أهنئ اللي فكر في الثيمات الثلاثة وأنتجها وخلاهم خلاها كده. لا تنسوا زي ما قلت لكم إيش تسوولي، سبسكرايب ولايك، تنشروا المقطع. جاتني جلسي ديما زي ما انتم شايفين. هنا مرة زعلت على البوستر انه متني حيوانات. ما بدي اسب. شايفين من جاني
عشان البوستر متني. حاولت اني اصلحه فبرجع في الالبوم واقفله وارجع له بعد كم شهر ان شاء الله يصير متساوي. شايفين في كل بداية البوم مختلف البومات اللي قبل. نقاط التسجيل نرجع مرة تانية شايفين كيف اشكاله عيونا. حرفيا كل ما اشوف نايون تجيني مشاعر غريبة ومرة حلوة. يا نايون بليز شكلك راح تسرقيني من بنتي دايوني. اي صح نتكلم بصورة مامو هنا. حرفيا كأنها بتقول انا خارجة من انمي. شوفوا كيف انا مرة جميلة. هذه المشاعر اللي ساتني من مامو. شايفين والله ولا هنا جايهو ما اعرف شو اقول. جمالها غير طبيعي. يعني اللي كنت بقوله انه الثلاث الالبومات اشكالهم مرة حلوة. كل عضوة جميلة جميلة جميلة. شوفوا بنتي دهيوني مرة حلوة. ايه صح شايفين تشايونغ ولا صورة فتفوتة واحدة شعرها طويل. ليش حطيتوا لي صورة تشايونغ بشعرها طويل؟ من اول بدور ابغى صورتها بشعرها قصير. زعلانين مني جايبين لي تشايونغ بشعر طويل. يعني شفت اتفرجت ليها فيديو انبوكسينج واحدة بنت جاتها صورة تشايونغ شعرها قصير مرة كيوت. زعلت انها والله ما جاتني. بس كده زي ما اقول لا تنسوا تسووا سبسكرايب وشير ولايك للقناة. بليز انشروا المقطع لأي أحد يحب توايس. حتى اللي ما يحبوا انشروا المقطع خذوا خليهم يتفرجوا. وزي ما قلت لكم أي أحد يبغى يتبادل معايا الصور عند حين عندي تشايونغ مع تحين حتشوفوا ثلاثة صور تشايونغ ثلاثة وصورتين. هنا مرة انبسطت انا جاتني دهيوني صورتين كجروب كارد لو احد بده يتبادل وصورتين لنايون. فاي احد يبغى يتبادل يكلمني حتبادل طبعا صورتين تشايونغ حتبادلها صورة نايون وحدة. فاي احد مهتم يراسلني على حساب في انستغرام. صح نسيت اوريكم البوسترات جاي مع كل بوستر مع كل البوم بوستر. بس كده نشوفكم في الفيديو الجاي تكون البومات BTS. باي.